عرضنا هذا ضمن خطة المركز الشهرية بعنوان مجسمات خشبية. حبينا أنه هالأنتيكات الحلوة هيك نسلط الضوء عليها، هي بالحقيقة بتاخد شغل ووقت طويل وكمان جهد، بقى الفنان له فترة هيك بيشتغل فيه ونجمعهم، حبينا أنه نسلط الضوء عليه. في منا شغلات تراثية، في منا صمديات، في منا لوحات مثل ما شايفين. هذا أول معرض لإلي، في 9 لوحات أغلبهم فن سريالي، وفي بورتري، في مدرسة تكعيبية، في مدرسة بيزنطية، مدرسة رومانسية. حبيت أنه يحمل رسالة أنا سميته ما وراء الحلم، لأن أغلبه بيعتمد على الخيال أكثر من الواقعية، وأنا هذا اللي بحبه. معرض ما وراء الحلم، شفنا هاللوحات الفنية اللي ورغم هالظروف الصعبة اللي عم يتمر فيها بلدنا، لوحات فنية كتير حلوة، تناسق بالألوان، والله يحمي هالشباب، وإن شاء الله يعني هيدا الشيء بدل على التقدم والتطور، وإن شاء الله يضلوا بالمرحلة يعني دائما نحو المزيد من النجاح والتألق. شب بهذا العمر قادر يوصل بهي النتائج لهي اللوحات ويعمل معرض بهذا العمر، أنا بالنسبة لي فخر أن يكون حدا من معارفه. طريقة استخدامه للألوان اللي خرج فيه عن الواقع بعتقد يعني رهيب بشكل لا يوصف، شهادتنا مجروحة فيه. زملائه بتلاقي ألوان عادية أو ضمن الرصاص بيكون في إبداع، لكن الألوان اللي عم يستخدمها بتأثر عن جد، وورك اللوحة في قصة بتأثرك أكثر من الألوان والرسمة نفسها. اللوحات اللي شفتها بأنه هي تعرض لأول مرة وتجربة أولى تعتبر بالنسبة للمتلقي أو للمشاهد بالنسبة للرسام يوسف يوسف، فبهني على هاي الجرأة اللي قام فيها. بس الطابع بشكل عام انه منلاقي في حس ريالي باللوحات، وفي طريقة مناقشة عبر ريشته للأشياء اللي طارحها عبر لوحاته.